لو سمحت يا شيخ، لو الواحد بياخد في مسألة معينة بالورقة، يعني مثلا يتجنب الحاجة دي كده احتياطي، ينفع في وقت ما يكون مثلا مضطر أو يعني في وقت حرج كده ينزل للدرجة الأقل؟ مادام مش محرمة، يعني لو مسألة خلافية مثلا زي مسح الشراب، لو أنا مثلا خلاص باخد بالرأي ده إن أنا ما امسحش على الشراب، لكن مثلا وأنا في مكان بره في الشارع ببقى مضطرة اضطرارا فبعمل كده، ينفع هذا؟ هذا وجه، وقد حكوا في هذه قصة طريفة لكن لا أدري سندها، أنت تسمعينني؟ نعم. حكوا في ذلك قصة طريفة، قالوا لكن لم أبحث سندها، إنما يذكرونها، أن رجلا من أصحاب الإمام الشافعي، رجل من أصحاب الإمام الشافعي ذهب يحج، فرجع من الحج فذهب إليه الإمام، أقول أكرر لم أحرر سنده، يهنئه بسلامة القدوم وبالحج الذي حج، فقال أنا ما حججت. قال كيف ما حججت؟ أنت ذهبت مع القوم ورجعت معهم. قال نعم، أنا كلما جئت أطوف مست يدي يد امرأة فنقض وضوئي فخرجت أتوضأ ورجعت، وهكذا إلى أن انتهيت، انتهى الناس من الحج ما حججت. فقالوا، فتبسم الإمام الشافعي وقال هلا أخذت برأي أبي حنيفة النعمان، لكن ما أعرف له سندا. عموما ما دام الأمر فيه وجهة جائزة مجوزة لا بأس، لكن أنا لست مع هذا الرأي.